كانت للحضارة المصرية القديمة المكانة الأولى بين جميع الحضارات الإنسانية في ذلك الوقت، من حيث معاملتها وتقديرها للمرأة واعترافها بإسهاماتها المتعددة في جميع المجالات، سواء في بناء الأسرة وتماسكها أو في دورها المجتمعي والتنموي وفي الحياة العامة. وتم تخليل هذه المكانة الرفيعة نقشا على جدران الآثار الفرعونية التي باتت دليلا قاطعا لنا نحن المصريين على عراقة أصولنا وتحضر علاقاتنا الإنسانية. إننا إذ حققنا تقدما في مسير الدعم وتمكين المرأة، فما زال أمامنا الكثير الذي نصبو إليه. بشكر كل سيدة، مش هقول كذا وكذا، لا، كل سيدة مصرية بتقوم بتقوية الروابط في مجتمعها، بنشر المحبة بين الناس. التقدير والاحترام لكم جميعا وللدور اللي انتوا بتعملوه. مازلنا نتواصل معكم في برنامج بنت النيل، معنا فقرة أخرى، حملة أنت الأهم. هذه المبادرة التي أطلقتها مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بهدف توعية المرأة المصرية والعربية بحقوقها الصحية والاجتماعية والثقافية والمناهضة العنف ضد المرأة. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الدكتورة داليا غزلان، مسؤولة المحتوى الطبي لمبادرة أنت الأهم والطالبة بكلية طب بشري جامعة عين شمس. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتورة داليا. كيف تسعى حملة أنت الأهم لرفع مستوى الثقافة الطبية للنساء؟ ومنين جاء يعني منين جاءت هذه المبادرة؟ اوكي، المبادرة اولا هي مؤسسها دكتور عمرو حسن، استاذ امراض النساء والتوليد في القصر العيني ومستشار معالي وزير الصحة. هو قرر ان هو يبدأ حاجة زي دي لما كان بيجيله حالات كتيرة متأخرة، او حالات مش فاهمة هي مثلا مرضها ايه او بتمر بايه، ممكن اعراضها مثلا هي مطنشاها فترة طويلة. فقال انه لا، انا لازم احاول اوعي سواء كان طبيا او صحيا المرأة، وانه هي تلحق نفسها في كل يعني الاعمار، تعرف تشوف الاول انا عندي اعراض معينه اروح اكشف بدري، اشوف الاول انا ايه اللي بمر بيه، ما اروحش في حاله متاخره وفي الاخر ابقى اللي هو ظلمت نفسي. فهو قرر انه يقف جنب المراه في الحالات دي بالذات، انه بيبقوا ناس بسطاء جدا محتاجين فعلا توعيه كويسه وحد يهتم بيهم. طب ازاي بتسهم هذه الحمل في يعني بالنسبه للتركيز على حقوق المراه والقضايا؟ اوكي، اول حاجه احنا ممكن نعمل قوافل، ممكن مثلا ننزل عند الاماكن دي ونروح نوعي الستات ونقول لهم مثلا عن الامراض زي مثلا HIV، زي فيروس سي، الحاجات المنتشره في مصر، ممكن ايه الحاجات اللي مثلا تحصل لو هي اهملت كذا وكذا. وبرده بنبقى اللي هو معانا مثلا زي بروشورز او اوراق نوزعها عليهم، بنخاطب بقى يعني كل الفئات العمريه، وفي نفس الوقت ممكن كمان اطفالهم، بحيث ان هي تحس ان اطفالها برضو جزء مهم، لانه طبعا الطفله دلوقتي هتكبر وهتبقى عندها برضو الوعي اللي تقدر تنشره، وهي طبعا نص المجتمع زي ما بنقول. فمفيد جدا ان احنا نروح لهم ونتكلم معاهم في كل حاجه بحيث ان هي تبقى عندها فكره. طب اهم مشروعات الحمله؟ اهم مشروعات الحمله ان هي يبقى في مساواه بين الجنسين، وفي نفس الوقت صحه المراه، نحاول نعمل التوعيه اللازمه، وطبعا نقف جنبها اقتصاديا، تمكين المراه ان احنا نحاول نخليها تبدا مشروعها، نساعدها توصل للناس الصح لو هي بتشتكي من اي حاجه، نقف ضد العنف طبعا. في عندنا حملات كتير عملناها زي فضفاضي دي مثلا، حاجه كانت بتخص جدا التحرش او لو اي حاجه هي مرت بيها محتاجه تتكلم مع حد متخصص في الموضوع ده، سواء كان نفسي او بوزاره الداخليه مثلا، نوصلها بالناس اللي تاخد لها حقها. ففي كذا حاجه احنا الحمد لله ركزنا عليهم يعني. طب شارك في الحمله عدد من الشخصيات الفنيه والطبيه، ده كان ليه مردود اكيد. يعني مثلا سفيره الحمله استاذه ياسمين صبري، هي يعني كانت حتى بتتكلم كتير جدا عن حقوق الفتاه عامه وهي صغيره. كان في مثلا عندنا توبيك الختان، انه مثلا عشان منتشر في مصر محتاجين ان احنا نكلم كل الفئات العمريه، وفي نفس الوقت نكلم الاطباء الصغيرين. فكنا بنكلف
الطلاب اللي في طب ان هم مثلا ينزلوا بالبلطو الابيض يتكلموا مع الناس او حتى يروحوا مؤتمرات بتتكلم عن قد ايه الختان ده مضر ومش حاجه ان احنا لازم نقبلها، وطبعا ايه اضراره ممكن ياذي الست ازاي وان احنا لازم نبطله لانه هو اصلا رقم واحد في مصر تطبيب الختان يعني. طيب هنتكلم عن العنف ضد المراه، ازاي بيتم التعامل مع العنف الذي يوجه ضد المراه؟ طبعا احنا اول حاجه عندنا زي منصات على التواصل الاجتماعي بنتكلم عليها سواء كان فيديوهات او بنتكلم مثلا تليفونات مع الناس، خط ساخن مثلا، خط ساخن ممكن مثلا نوصلهم بالناس اللي يقدروا يتكلموا معاهم، كومنتات على الانستغرام او فيسبوك. ده غير طبعا احنا بننزل بنفسنا. عندك نمره الخط الساخن؟ احنا ممكن نحطها دلوقتي لما اعرفها على طول ان شاء الله نبقى نحطها على البتاع عشان انا مش معايا دلوقتي. بس هي بتبقى مني، هم بيبعتوا لنا مسجات واحنا ساعتها بنوصلهم بالناس. وطبعا في حاجات كتيره ممكن نساعد فيها المراه عامه من ناحيه العنف دي، بان احنا لو هي بتتعرض لابتزاز عاطفي او ابتزاز على الانترنت او كده بنقول لها تبعت لنا الحاجات اللي محتاجينها علشان نوصلها لوزاره الداخليه. فبنعمل ده على ازاي بيتم التركيز على قضايا المراهقات في يعني طبعا ليهم وضعيه معينه وذوي الاحتياجات الخاصه واليتيمات. هي كانت انت الاهم، عملت قبل كده حمله لعلاج اللاجئات او حتى الكشف عليهم منهم طبعا المراهقات، وكمان كان منهم 1000 سوريه، 1000 ست سوريه واطفالهم. دي مثلا كانت حاجه ساعدنا فيها اللاجئات، وطبعا بنعمل توعيه على الانترنت ان احنا مثلا نحاول ندي ذوي الاحتياجات الخاصه اللي محتاجينهم الحاجات اللي هم محتاجين يعني يلاقوها كاحترام وتقدير. يعني مثلا في قبل كده شفت في مولز في اماكن معينه مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه، في ناس بتركن فيها ومش مديهم اي اعتبار. ده طبعا يعني لازم يبقى في قانون يعاقب على حاجه زي طبعا كده. طبعا لا، في قوانين بتوعها. صحيح بالظبط. فطبعا دي حاجه غير مقبوله ولازم نحط عليها الضوء بحيث الناس ما تعملش الغلطات دي. طيب ازاي بتتعاملوا مع العنف الاسري؟ العنف الاسري خطورته بانه بيكمن انه داخل الاسره. صحيح. فطبعا الفتاه او بتسكت. السيده لما بتتعرض لعنف مش هتروح تشتكي اخوها ولا باباها. فبيبقى في مشكله. انتوا ازاي بتتعاملوا مع؟ طبعا زياده الوعي ده اول حاجه، يعني لازم نتكلم انه يعني انت ما ينفعش عشان هي مراه او معاك في البيت او انت مالكها زي ما بيقولوا ان انت تاخد راحتك وتضرب فيها او تاذي فيها سواء كان نفسيا او عاطفيا او جسديا. ده طبعا مش تمام. فده اول حاجه توعيه. بعدين بقى نمشي بقى في حته انه احنا نزلنا حملات واتكلمنا مع الستات انه لا ما ينفعش تسكتي والعنف ده ما ينفعش يعني يكون حاجه. طب لقيتوا يعني يعني لمستوا ايه في النساء لما نزلتوا بحملات معينه وتحدثتم معاهم في تلك المسائل؟ لمستوا ايه؟ لمسنا ان هم بيحبوا دايما انك تتعاملي معاهم بايدك، يعني يبقى معاكي مثلا ورق تفهميهم، تقري معاهم، تشاركيهم مثلا مع اطفالهم كتب تلوينيه مثلا، لما هي تبقى بتلون مع ابنها مثلا الكتاب المعين اللي بيتكلم عن ضد الختان او مثلا ضد عنف المراه، فهي اوريدي بيوصل في دماغها التفكير اللي بيوصل لابنها وهي بتساعده في التلوين. فاحنا لقينا بقى ان هم لا بيتفاعلوا معانا، لقينا انه لا هم مهتمين لانه في حد بيقف معاهم ويساندهم، فده طبعا اداهم احساس بالاهميه. ولا في ناس طبعا بتحب جدا الموضوع ده يعني بنلاقي تفاعل يعني. انت الاهم مبادره حياه كريمه 100 مليون صحه. الحقيقه المبادرات دي يعني ليها انعكاساتها على المجتمع انعكاس كبير. انت شايفه ايه؟ انعكاس كبير من ناحيه انه مش كل الناس معاها تواصل اجتماعي على النت او كده، ومش كل الناس بتبقى مثلا قاعده على التي في، فاحنا محتاجين ان احنا نساعد على قد ما نقدر عشان نلاقي تغيير بعد كده، بحيث ان المراه اصلا هي اللي بتبني المجتمع. وطبعا لما كل حاجه بتبتدي من عندها هي الامور بتمشي بالطريقه الصحيحه، لانه يعني هي اللي هتوعي عيالها وهتوعي الناس اللي حواليها وهتبقى واخده بالها من صحتها وجسمها، فده طبعا بيزود ليها أهمية كبيرة في المجتمع. طيب يعني دايما بنقول ان لازم زي ما كل في محفله ليه دور، ان المرأة في المجتمع لازم يكون ليها دور تحديدا في الحاجات اللي احنا بنتحدث عنها دلوقتي. انت شايفة المرأة بتقوم بدورها على اكمل وجه؟
طبعا يعني كل واحدة بتختلف عن التانية، بس هي الفكرة ان احنا انا دلوقتي مثلا واحدة عاوزة يبقى عندي كارير او عندي شغل اشتغله بحيث ان انا ابني لنفسي دخل وفي نفس الوقت اساعد العائلة، سواء كان الراجل غير مثلا قادر ان هو يوفر على قد ما يقدر، بس ده طبعا ليه طبعا يعني سلبيات كتيرة، منها ان هي ما عندهاش وقت تقعده في البيت كتير مع اطفالها او تعمل لهم مثلا الاكل لو ما حدش يقدر يساعدها في الموضوع ده، فاكيد طبعا هي دورها هنا هي بتعمله على قد ما تقدر، لان هي اصلا مش يعني حاجة واجب عليها انها تشتغل عشان تجيب للعيلة، ولكن هي اضطرت انها تعمل كده مساعدة للشخص اللي هي مشاركة معاه حياتها، فهي ممكن بتأثر من نواحي تانية اكيد. طيب دكتورة داليا، انت يعني طالبة بكلية طب بشري جامعة عين شمس، انت عايزة تخصص يعني حاجة بقى بالنسبة لعملك في المستقبل؟ انا عايزة ان شاء الله امراض نساء وتوليد. برضه متصل بالمرأة. ايوه اشمعنى إيه؟ انا حابه شايفه نفسي في الجراحات قوي، وفي نفس الوقت انا كنت عاوزه اساعد المرأة من كذا طريقة، سواء كان صحيا او على النت يعني، وعلى قد ما اقدر يعني ان شاء الله ربنا ييسر. ان شاء الله. الحقيقة في النهاية احنا بنشكرك دكتورة داليا غزلان، مسؤولة المحتوى الطبي لمبادرة انت الاهم، والطالبة بكلية طب بشري جامعة عين شمس. شكرا لك في حلقة بنت النيل. مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بنت النيل، لكم تحيات كل فريق العمل وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.